أربع دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعوا في زوم 73 حتى النص نهار. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في سوسة المستير والمهدية داخل وخارج تونس، زاد على صفحة رسمية لنجمة فم. باش نمشيو هوني مش بعيد للمساكن تحديدا، نحكيو على استعدادات المساكنية لشهر رمضان، فما خصوصية وإلا لا، وخاصة نحكيو على المواد الاستهلاكية ومدى توفرها في مساكن. نحكيو مع سي وحيد خصيبة عن منظمة الدفاع عن المستهلك على الموضوع هذايا تتسويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. سي وحيد صباح النور. صباح النور والسرور، صباح الخير ليك مدام ريم. شكرا. ونجمة أفام والكافة السادة المستمعين والمستمعات وين يوصلهم الصوت نتاعنا في كامل تراب الجمهورية. يعطيك صحة سي وحيد، شكرا ليك على قبول الدعوة. زيدة ريحة رمضان فاحت في مساكن وإلا مازال شوية؟ والله هي ريحة رمضان فايحة إن شاء الله، وربي يحيينا بخير، وربي إن شاء الله يوصلنا رمضان، وربي يبلغنا رمضان، وربي إن شاء الله يتقبل منا رمضان. لكن ديما ثم حاجات ناقصة، تعرف أنت مساكن فيها خصوصية، إذا كانت تحب نحكيه على مساكن فيها خصوصية معناها متميزة على كامل تراب الجمهورية تقريبا، هي الأولى معناها في الساحل اللي هو لم الشمل يا أختي ريم الغالية. معناها لم الشمل، احنا توا اشتر المساكنية راهم يعيشوا في الخارج، يعيشوا في نيس، يعيشوا في باريس، يعيشوا معناها ثم بعض ناس زادة في الخليج. اليوم احنا رمضان راهي مناسبه للمساكنيه باش يتلم الشمل، باش يروحوا لعباد، باش يعديوا رمضان مع بعضهم، باش يعملوا حفلات حتى في رمضان في الليل، باش الناس تتقرب لبعضها تتودد لبعضها. اليوم الخاصيه هذه في ظلها الجائحه نتاع كورونا، ربي ان شاء الله يشفي تونس ويشفي العالم منها، اليوم الخاصيه هذه ما فماش. تعرف انت اليوم نسبه هو ديجا رمضان جاي في شهر ابريل تقريبا في الربيع، معناه العمال بالخارج والجالية نتاعنا ما يروحوش في الشهر هذا، مازالوا ولادهم يقراوا، مازالوا مربوطين بالخدمة. ولكن في ظروف أخرى ربما يكون فرصة باش يروحوا يجيبوا عائلاتهم، يجيبوا صغيراتهم، يحبوا يوريهم رمضان، يحبوا يسمعوا المدفع، وإحنا عنا المدفع رجع عمناه في شهر سيدي رمضان، يحبوا يأكلوا الماكلات التقليدية، يحبوا يتلموا في الديار، يتعرفوا على العائلة. تعرف الغربة صعيبة ومرة، يستغلوا الفرصة هذيك باش يجيو يعديو شهر رمضان. فما اللي عنده معناها الإمكانيات ولا عنده الوقت يقعد حتى من العيد الكبير، شهرين وعشر أيام بعد العيد. أما يروحوا بذمة رمضان. صحيح، يروحوا بذمة رمضان، صدقني يروحوا بذمة رمضان ويحلوا ديارهم في رمضان ويستقبلوا الناس ويمشيوا للناس. السنة فما إشكال ظهر. السنة وحتى عمناول هو بدا الإشكال والسنة هاو مش نكملوا فيه. دونك الشمل اول حاجه ماهوش مش يتلم، الناس ماهيش مش تروح، ثم اولا ظروف معناها ماك تعرف انت تعقيدات في السفر في المشي والجاي بسبب الكورونا، التحليل وزيد اون بليس كو سا غلاء الاسعار نتاع التذاكر. اليوم في بالك اللي عائله متكونه من اربع من الناس او ثلاثه من الناس او خمسه من الناس باش يروح في البط وتحب له 8 ملايين و10 ملايين برشا برشا، والخدمة غادي عام كامل ما خدموش، وظروف صعيبة وجات معناها موجة أولى وثانية وثالثة، وأنت تعرف وأدرى ونجمة فهم خطيتوا الموضوع، أنتم عام كامل وأنتم ما تدرسوا في جائحة كورونا تأثيراتها السلبية الاقتصادية والاجتماعية. معناها اليوم الشم موش مش يتلم في رمضان، ما تبقاش برشا عباد روحت الحقيقة، برشا يقول لك هو ما جيبك تحليل أو كذا أو فاكسان. كيفاش الحركية أي سي وحيد؟ حتى بوسائل التواصل الاجتماعي يمكن تقرب شوية المسافات، وفما شوية لكن فما شوية نوع العين بعيد على القلب راهو ما تعرف بون. صحيح صحيح، خنشوفوا الحركية اليوم في الأسواق، الناس كيفاش تستعد عادة في مساكن، كيفاش يستعدوا عادة؟ تعرف شو نقول لك حاجة، هو توا احنا خاصية في تونس كاملة وفي مساكن، يجي سيدي رمضان يبدا يقرب الناس، ايش تعمل؟ اولا تخبي حويجات مثلا، انت كيما نقولوا يبدا يفصصك الجلبانه يا خويا، يخرج 4 5 كيلو في الفريجيدير، يعمل شويه مرق، متعب تفصيص الجلبانه الحقيقه، يخبي لك الجلبانه فهمت الله لك سيدي رمضان، يعمل لك يا خو صندوق فريز فهمت الله، يعصروا ويحطوا في الباب سبليك ويحطوا في الكونجيلاتور باش يعمل لك الطاوله نتاعو باش تبدا حاجه حاضره. اليوم يطلع للمرشي مسكين الزوال المواطن يلقى الجلبانه ب 3300، يقى كيلو 7000 و 6000، يقى فهمت اللحم اليوم يخدم 27 دينار والبقري 26 دينار والجمل 25 والدجاج يخدم تقريبا في 6800 الكيلو. ربي منين مش يخزن المواطن
ومنين مش يحتفل برمضان معنا من خزن النهار ونهارو يرحم بيك. اليوم شوف شو صار اليوم، ولا شهر رمضان مناسبة عادية ولا كل نهار ونهار. احنا تو التونسي هو صحيح شهر عبادة وشهر طاعة لله وتقرب وصلاة معناها وفيه برشا حاجات الحقيقة. لكن الإنسان زاد يعدي نهار كامل صايم يشتي، يحب يمتع وليداته، يحب يمتع جيرانه، يمتع ضيوفه ولا يجيو بحذاه، حتى ينجم يواجه زاد الصيام على خاطر زاد متعب شويه صحيا، دونك باش نجم تقيت روحك وتقيم روحك زاد للعباد. الاسعار نار اليوم، المعيشه غاليه اليوم، انت صارت العظم موسى الدينار، تعرف انت باش يعمل شويه طاجين ولا باش يعمل البريك كل يوم، انا قداش عنده ميزانيه تقريبا 4000 5000 معناها هذا معظم برك. نعطيك حاجه اخرى، اليوم المواطن التونسي وخاصه انت تو تعرف واللي يسمعوا فيه يعرفوا، تونسي ياكل برشا فروماج ويخدموا برشا به في الـ في الـ في الماكلات نتاعهم. اي صحيح. اليوم الفروماج تعرف نار في تونس. اليوم انواع نتاع فروماج معناها غاليه، ماركات هي عالية معروفه، ولكن انت كي تمشي تقضيها تعرف تتكلف بال 20 وبال 30 وبال 50. احنا ما نوصلوش للفروماج سي وحيد، ولا لوكس الفروماج توا في تونس صح لوكس. الفروماجات هذوما راهم يستعملوهم في شهر رمضان. خلينا نخم وانا وياك هكا بصوت عالي على المباشر مع الناس اللي تسمع فينا اليوم، مثلا باش نعملوا طنجره في رمضان، احنا نعرفوا نعملوا ديما حاجه جاريه مع بلا برانسيبال مع سلطه مع كعبه البريك. كعبه البريك اليوم قداش نجم تتكلف لنا؟ خلينا نحسبوا حاره العظم قداش. حارة العظم أبش أقول لك، هو المشكلة مش في العظم، المشكلة في الطن. في الطن أي، والملسوقة زيادة، حتى الملسوقة غليت. والمعدنوس تو إذا كان المعدنوس حزمة ب 300 في رمضان تو تولي ب 500. دونك نحسبوا حكة الطن بقديش؟ طن والله ثم حكة البارح مشينا عملنا جولة، ثم حكة صغيرة ماركة معروفة 400 غرام 12500. 400 غرام قديش تعمل من فرد بريك؟ نهايته تعملش معناها 10 فرود. انا اشوف انت قد دونك اذا البريك يتكلف دينار. اي من قالنا مش لازم الطن. مش لازم الطن. كيف باش تعمل اليوم فرد بريك وشنو رمضان وموكل بريكة وشويه قارص، واذا كان قعد القارص توا سومه تقريبا في ال 1500 في 1800 الكيلو، اذا كان ما زادش السوم نتاعو، اذا كان باش تعمل بريك برك شوف انت قداش يتكلف. كي مش تعمل كيما قلت لك فروماج، خاطر برشا الناس يعملوا سلايس بالفروماج ويعملوا فلفل الطاجين بالفروماج ويعملوا مقارونه بالفروماج ويعملوا التونسي راهو تبدلت العادات اي نتاعنا الغذائيه تبدلت اي صحيح. لو مون بوج معناها فهمت الناس. دونك البريكا احنا عملنا عمليه حسابيه صغيره انا وايمن هنا، الحاره العظم بدينار وحكة الطن نقولوا احنا باش نعملوا بثناش ناخذوا حكيكه صغيره ب 5000 ظهر لي الحكه صغيره. أقل. صغيره ما تعمل لك شيء، تعملش ثلاثه فرود. ما يسالش هاي نعملوا بريكه واحده سي وحيد، دونك هذوما 7000 مع شويه جبن بلفين ولا ب 1200 غرام الجبن مع الملسوقه اللي بدينار، وصلنا تقريبا اكثر من والزيت انا باش تقليبي والزيت تكلف ما بين دينار و 1500 الفرد باهي معناها فرد بريك محترم. دونك بريكا اللي هي ابسط حاجه في رمضان تتكلف لنا تقريبا 10000 اذا كان مش اكثر شويه. نمشي معاك الحاجه اخرى، احنا اذا كان جاء سيدي رمضان هذا معروف من اول الدنيا سيدي رمضان نعمل شويه شوربه، ثم اللي يعمل شوربه فريك واللي يعمل شوربه لسان عصفور. الشوربه باش مش تعمل باش تعملها بالحوت، الحوت زود السبارس مثلا، السبارس توي كيلو نتاعو ما بين 6000 و8000 في رمضان اول نهار وثلاث ايام والجمعه الاولى يوصل حتى 12 دينار. والحم كيف ما قلت انت قبيله اسيومو ديجا 27 دينار. تو انت هذا انسان عائله نهار كامل صايم ونهار كامل معناها تستنى في وقت اقل الفتره باش مش معقول مش يطيب شكشوكه ولا مش يطيب فلفل بقلي ولا مش يطيب نورمالمون. مش احنا وضعيه صعيبه الحقيقه طيبوا بالزومه مش وتعرف انت ولد البحر في رمضان ما يرموش برشا، احنا هنا في الساكن يطيبوا اكثرها الحم ولا الدجاج ولا الحم بقري معناها ديما ولد الحوت يقول لك معناها سقيد يتعدى في الطاوله في رمضان ديما الناس طيب باللحم. دونك اليوم المواطن الميزانيه نتاعو في رمضان ما عادش اللي ينجم كما تحدثنا اول حصه ما عادش ينجم يعمل ريزيرف نتاعو وينوع ويصنف. تعرف اليوم والله غير الحيوط ساتره وبرا يا اختي ريم والله كل ما عادش الفرحه وكل يستنى في رمضان هنا كل نهار ونهار وبستره ربي متعدي النهار وبالبركه زاده. كيلو الدقله بقداش؟ اي الدقله صحيح صحيح الدقله ب 12 دينار حتى 18 دينار الدقله الباهيه 12 دينار اقل حاجه. باهي الدقله كيفاش باش ناكلوها في تونس؟ احنا في مساكن هنا ناكلوها
يعملوا سمنة دجلة يحطها بالشامية ولا بالزبدة واللي يحطوا فيها كعيبة لوز. أعطينا نخلطه من غير لوز يا سي وحيد، أعطينا نخلطه على كعبة الدجلة. هو قلت لك التونسي راهو يتشهى بالحق بالحق صحيح صحيح، راهو التونسي أما بالحق الإمكانيات ما عادش تسمح برشا. أنتم اليوم كمنظمة سي وحيد وسط هالغلاء هذايا الكل، وسط هالإمكانيات اللي ولات الحقيقة معناتها ماهيش متوفرة عند جل العائلات التونسية، اليوم عندكم استعدادات خاصة لشهر رمضان، نحكي تحديدا على المكتب المحلي في مساكن. علاش مساكن؟ على خاطر المرشي نتاع مساكن واسواق مساكن معروفة، ويمشيو حتى من معتمديات اخرى هوني في سوسة باش يقضيو الخضرة الفرشكة الغلة الفرشكة اللحم وغيره. دونك انتم اليوم عندكم استعدادات خاصة باش تحاولوا تعاونوا المواطنين، كيفاش نجموا نبلغوا لكم شكايتنا اذا كان نلقاو فما احتكار في بعض المواد، اذا كان نلقاو فما ما فماش افيشاج للاسعار، كيفاش معناتها هذا الكل؟ فما حاجة خاصة للمكتب في مساكن؟ احنا بالحق ثم حاجة خاصة، والبارح المكتب الجهوي في سوسة اجتمع مع المدير معنا الجهوي للتجارة في سوسة مشكور، عملنا اجتماع كبير حضر فيه السيد الكاتب العام وحضروا فيه أعضاء من المكتب الجهوي، واحنا زاد كأعضاء في المكتب المحلي معنا عنا فكرة اليوم شنو خرجنا احنا بحاجة. أول حاجة نرجع لك بها هي مساكن تقعد ديما من البلدان ولا من الأسواق ولا من المرشيات اللي أرخص من ارخص الاسوان في ولايه سوسه تقريبا. علاش؟ خاطر فما وفره وطفره في المنتوج، وفما منافسه شديده. بالحق احنا في الاسوان في الاسعار ارخص من برشا مناطق اخرى، والناس اللي تقضي حتى من المساكن وحواز المساكن يعرفوا الشيء هذا. لكن احنا الحاجه اللي حبينا ننبهوا عليها، ثم حاجه تصير كل عام هي نقطه من المنتج الى المستهلك. اي هذيك اتعملت في مساكن في مرتين ولا ثلاثة مرات، وكانت معناها في أولها تم إقبال عليها ونشحت المرة الأولى، لكن تفطلنا في بعض معناها المواسم اللي تعدوا عرضوا في التعنون اللي تم مش من المنتج للمستهلك، دخل طرف ثالث في البرنامج هذا اللي هو برنامج باهرة، دخل القشار معناها الإنسان اللي يأخذ سلعة بالجرو ويمشي يبيعها، هو تاجر في الأصل ماهوش فلاح مش يبيع طول للمستهلك. معناك الطرف هذا كي باش تمشي تعمل اللي انت معناها النقطه نتاع بيع من المنتج للمستهلك، معناها مش تدخل فيها التاجر، شنو اللي عملنا؟ ما عملنا شيء، رجعت الاسعار كما هي. كيف كيف احنا التوصيات اللي حبينا نعملوها اليوم وعودنا للسلطات معناها للجهويه والسلطات المعنيه، قلنا لهم اذا كان تحبونا ندخلوا معاكم ونوافقوا هالبرنامج هذا، خلينا من المستهلك للمنتج طول، ما تعملناش انا انترميديير معناها ما بيناتهم الزوز. دونك ناخذ ديريكتومون من عند المنتج. اذا كان ثم انسان يتطوع فلاح والا شركه كبيره فلاحيه ولا مربي نتاع ابقار ولا نتاع دواجن ولا كذا، يعمل لنا السوم ما يدخلش فيه السوم نتاع للتاجر، يعمل لنا السوم كانه مش يبيع هو للتاجر، يعمل لنا السوم طول في الاسماك والا في اللحوم ولا في الخضر والا في الغلال. مرحبا. اما اذا كان انت باش تعمل لي نقطه وتبيع لي حاره العظم بالدينار، معناها ما عملنا حتى شيء. كيف ما العاده ما نجمو نقضيو من تبيع لي العلوش ب 27 دينار فالنقطه هذه ولا ب 26 دينار، لا احنا نحبوا مثلا كيما نقولوا النقطه هذه نلقاو فيها العلوش مثلا ب 24 دينار ب 23 دينار، نلقاو حاره العظم ب 800 مش دينار، نلقاو مثلا حزمه المعدنوس ب 250 فرنك مش ب 600. هذا هو اللي احنا ركزنا عليه كمنظمه وقاعدين نخدم عليه وقاعدين احنا، خاطر التشكيات توصلنا على الصفحه نتاعنا في صفحه المكتب المحلي لمدينه المساكن وحتى في الصفحات الاخرى في ولايات اخرى والا احنا توصلنا قاعدين تخدموا على التشكيات هذه. يخلينا رقم الهاتف نتاعو السيد ولا السيده اللي اتصل بينا، نتصلوا به نقولوا له شنو المشكله، عندنا معناها ناس مختصه تمشي اذا كان ثم حل للنزاع ولا للاشكال نوصلوا معهم حتى سلطة معناها حتى البلدية حتى أي حاجة يتكلموا معهم، كان لقينا حل لقينا، ما لقيناش نعملوا تقرير نتاعنا وما نوافقوش على كل المبدأ هذاك. هو واضح هذيك الصحة سي عارفين وحيد. اللي ثم معناها برشا تجاوزات في شهر رمضان، وثم حتى تو اليوم هاك عطيت تحب حتى نعطيك الأسوام جور وجور اليوم عندي الأسوام أي في مساكن إذا كان أنت بعد تو احنا مازالوا أسبوعين شهر سيدي رمضان، إذا كان تخلي لي الأسوام هذه هي يمكن ربما نمشي معاك ونراقب ونتبع الجودة والميزان وكل. إذا كان أنت مش ترفع لي زادة في الأسوام ما نمشيش معاك، خاطر شنو الفرق بين الأسبوعين هذوما والأسبوعين الجايين؟ معناها خاطر تستغل أنت سيدي رمضان باش تزيدنا معناها. وثم حاجات كما حكينا حكيت حتى في برشا إذاعات أخرى، حكيت مثلا على الثوم تاع
تعرف أختي الغالية ريم شنو الثوم قداش يتباع الثوم الأحمر؟ 16 دينار و200. ثوم الأحمر و16 دينار و200. اي 16 دينار و200 و16 دينار وب15 دينار الثوم تاع تونس الثوم الأحمر الفاوع هذاك. والثوم الأخر يتباع ما بين 7000 و8000 الأبيض اللي يجيبوها من مصر وإلا يجيبوها من إيطاليا ولا يجيبوها من إسبانيا. ماهوش تونسي وما فيش بنة وريحة وفيحة نتاع تونس. نتاع تونس 16000 في الكيلو شكون اللي يقدر يشريه؟ علاش وصل ب 16 دينار؟ أنت كما تحكي لي في شهر سيدي رمضان الإنسان يتشهى سلطة مشوية ولا يتشهى حاجة تتعمل بالثوم ياخذ الكيلو ب 16 دينار و800 تو معقول هو في الأسواق هذه؟ هل لازمنا نغمضوا عينينا سي وحيد ما عادش نتشهي ونغزروا للأسوام؟ تعطينا فكرة على الأسوام اليوم في مزيك؟ نعطيك فكرة أنا كانت تحب على الأسوام عندي الأسوام الكل تحب نبدأ لك بالغلاء بالخضر بطاطا ما بين 600 دينار فلفل 2500 حتى 4000 بقلوطي فلفل أحمر كتطويل 4200 طماطم من دينار ل 1500 القرع بدينار جلبانة 3200 حتى 3500 الفول بالفين فرنك اللي هو مش معقول كاروسوم ودينار عندك اللفت ربطة 700 الخرشف دينار الخبيزة دينار والخس الكعبة دينار نمشي معك للفريز البصل الحقة بالفين هيا بيه سي البصل هاو تاع دينار في سوم اي البصل ثم البصل هذاك بالفين وثم البصل روس وكركب بالفين وخمسمائة هذا هبط جديد الفريز مش معقول 7000 الكيلو الموز 4000 حتى 4500 اللي ملحلوه من 2200 حتى 2800 تفاح 4000 ونزاس 4500 فما حاجة مهمة جدا زاد اليوم قيناها غالية في السوق الفقوس اللي نعملوا به سلايد في سيدي رمضان الفقوس اليوم 3000 هل من المعقول نقاو فقوس مازال ماهوش وقته هو طول مازال ماهوش وقته هو نربل. وقته ولا مش وقته غالي شوية راهو ب 3000 غالي الحاجات نحاولوا احنا زاد نتحكموا شوية في ميزانيتنا والحاجات اللي كيما قلت لك من 12000 حتى 16000 حتى 18000 الثوم كيما قلت لك من 15000 حتى 16000 الثوم الاحمر عندنا ولد البحر الوراثة من 10800 جويته 13500 القاروس من 14500 ل 16800 تريليا جويدة 8800 تريليا الباهية 17500 القرنيط 24 دينار كومبري 9000 حتى 11000 كالامار 14 دينار حتى 22 دينار التن الابيض كعبة 10000 المرجان 14000 الجغالي 29000 الكحلية 8800 والكروبات من 32 دينار حتى 56 دينار الحقيقة أسوام أي غالية شوية ومش شوية برشا 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 قدرة شرائية ماشية وتيح غالية قدرة شرائية كل يوم ويوم وفي الوقت هذا فما بالك سيدي رمضان مش تزيد على الطاولة نتاعك كما حكينا بكري فرد بريك مش تزيد شوية حلويات تعرف أختي ريم نقول لك حاجة تعرف قداش كيلو الحلو كي تمشي باتيسيري تاخذ كيلو حلو عندك ضياف باش تعمل لهم كويس تاي أخضر وتعمل لهم شوية حلو ما عادش نجم الحلو الكيلو من 65 دينار حتى 95 دينار سي وحيد نعم ما اسمع مليح من 65 دينار حتى ل 95 دينار الحلو واللي يسمعوا فيها يعرفوا الحلو اكل القدم بالبيستاش وبالبندق وبالفاكهه هذيك اي الانواع اي ثم حلو اخر هذاك الكيلو ب 28 وب 30 دينار ماهوش شكل حلو معناها الباهي باهي اما الحلو الممتاز اللي تقدمه انت للضيوف نتاعك هذا كي يجيك ضيف تعطيك الحاجه الباهيه والحاجه الفريشكه والمزيانه الحلو يوصل من 65 دينار 95 دينار الكيلو تعرف سي وحيد انا وايمن هوني ديما وين نحكيوا على القدره الشرائيه ونحكيوا على الغلاء نتاع الاسعار يقول لي ديما نعملوا خبيزه هذه البروبوزيسيون نتاعنا دونك احنا اليوم باش نقترحوا على الناس الكل الخبيزه على خاطر الحقيقه يا ايمن يا ايمن, أيمن. باش تعمل الخبيزه مو لازمك الثوم هاي بدينار الخبيزه يا ايمن دينار اي وثوم 16 دينار يعطيك الصحه سي وحيد الخبيزه لازمك الفلفل الفلفل غالي دونك مال. حتى ايمن باش يصرف نظر على الخبيزه ظهر لي سي وحيد شكرا قول له ربي ان شاء الله يحفظنا وربي طير يرفق بينا وان شاء الله ما التجار هذوما يرفقوا بشهر سيدي رمضان ويرفقوا بالمواطن وانتم كمنظمه زاد تتحركوا ايجابيا مع المواطن بيان سور ديما ويتم التنديد والمراقبه احنا اي مواطن يبعث لنا ارساليه ويبعث لنا رقمه نتاع التليفون نكلموه ونتصلوا به ونمشي معاه على عين المكان وقاعدين عندنا لجنه خاصه تمشي تتبع في الاسواق كل يوم وتعمل فيريفيكاسيون على الجوده تم فيريفيكاسيون على الميزان واضح. وتقول للعباد حط الاسعار على المنتوجات اللي تبيعوا فيها واحنا ما يعطيك الصحه والله
سي وحيد شكرا لك، يعطيك الصحة بارك الله فيك، وشكرا على اللمحة اللي عطيتها لنا على الاستعدادات لشهر رمضان في مساكن. نرجعوا لك أكيد ديما في مصافحات قادمة ونفهموا منك الأسعار ونشوفوا دور المنظمة غاديكا في مساكن قاعدين تراقبوا ولا لا. يعطيك الصحة وبارك الله فيك سي وحيد. أيمن اليوم الطنجرة ظهر لي برشا نسا يسمعوا فينا، ما نعرف شنو باش يحطوا فيها. الخبيزة ماهيش خايبة برشا كفكرة، ولكن الثوم 16200. أنتم شنو قررتوا نسا اللي تسمعوا فينا في الكوجينة؟ الحقيقة المعادلة صعيبة بين أنك توفر الطيب طنجرتك لعائلتك وبين أنك زادة تمشي حسب الميزانية، على خاطر الأسوام غالية غالية برشا. واليوم حتى الكيلو، طبعا احنا نحكيو على كيلو بطاطا ما يعمل حتى شيء، العائلة تقريبا فيها 4 أفراد ما يعمل حتى شيء كيلو بطاطا. دونك بالحق اليوم التونسي ولينا كنا قبل يمكن نستغربوا أنه في دول أخرى يشريوا بالكعبة، أيمن اليوم احنا زادا نشريو بالكعبه وبالقرن فلفل وبالكعبه طماطم. ان شاء الله ربي يكون في عون الناس الكل. رمضان البركه اكيد، ولكن رمضان ماهوش فقط مواد استهلاكيه وماهوش فقط ماكله، نحكيو زادا على العباده ونحكيو زادا على الشهر اللي ان شاء الله تتغفر فيه ذنوب الناس الكل. 11:25 دقيقه مواصل معاكم في زوم 73. زوم 73 يا محمد بحر.